إن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم الذي اصطفاه الله لإبلاغ آياته وحمل رسالته كان قرآنًا حيًّا يمشي بين الناس، كان مثالًا لما صوره القرآن من إيمان وإخبات وسعي وجهاد وحق وقوة وفقه وبيان. وعلى آل سيدنا محمد. كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كان إذا تهجد يسلم بين كل ركعتين. كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. غزوة الحديبية. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه أنه يدخل أصحابه المسجد الحرام آمنين، فأخبرهم بنية العمرة، فخرج معه 1400 من الصحابة وساق الهدي أمامهم، بعد أن أمر نميلة الليثي على المدينة، لكن قريشا منعت المسلمين من دخول مكة، فكانت بيعة الرضوان، خاصة بعد شائعة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكن المفاوضات انتهت إلى عقد صلح الحديبية بعد قرابة شهر ونصف، وقد أسماه القرآن فتحا، وتحدث عن هذه الغزوة في سورة الفتح. النبي الأمي جاء بآي تركت سادة البيان جمودا، أخرست كل ناطق، تركت كل لسان من عيه معقودا. محمود غنيم. حياة محمد. للدكتور محمد حسين هيكل. لا يمكن معرفة شخصية محمد بكل جوانبها، ولكن كل ما في استطاعتي أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة. فهناك محمد النبي، ومحمد المحارب، ومحمد رجل الأعمال، ومحمد رجل السياسة، ومحمد الخطيب، ومحمد المصلح، ومحمد ملاذ اليتامى وحامي العبيد، ومحمد محرر النساء، ومحمد القاضي. كل هذه الأدوار الرائعة
في كل دروب الحياة الإنسانية تؤهله لأن يكون بطلا. البروفيسور راما كريشنا راو. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق محمدان. أنشأك ربي رحمة للعالمين، يا سيد الأخلاق يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان. أنت النبي الهاشمي محمدان، أنشأك ربي رحمة للعالمين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. قطعت الشك بالأمر اليقين، علمتنا حسن الفضائل والقيم، ميزتنا بالدين من بين الأمم. لما حباك الله خير رسالة، فيها قطعت الشك بالأمر اليقين،
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين يا خالق.